أستاذ دكتور محي الدين عفيفي أحمد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. يعني هذه الانطلاقة، انطلاقة قطار الشباب في هذا اليوم تحديدا الذي يتزامن مع الدعوات الهدامة للخروج وحمل المصاحف، يؤكد فيها الأزهر الشريف بشكل عملي على أن الاعتدال والسماحة من معالم الإسلام، وأن شباب الأزهر وفتيات الأزهر بخير، وأن ما يحدث في أو ما حدث في جامعة الأزهر لا يجسد واقع الحقيقي لجامعة الأزهر. ومن ثم جئنا لنحيي هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات من خلال تلك الانطلاقة التي تهدف إلى تعريف هؤلاء الشباب والشابات ببلدهم وبالمناطق الأثرية وبعظمة الحضارة المصرية من خلال زيارتهم لمدينة الأقصر والمعالم الأثرية في البر الشرقي والبر الغربي وتلك المعالم الفرعونية، وكذلك زيارتهم لمحافظة أسوان حيث معبد فيلا وغيره من المعابد والمعالم السياحية، لنعيد الشباب إلى جادة الطريق، وأن روح المواطنة وأن الانتماء لهذا البلد وأن الانتماء لمصر هو أهم شيء في حياة الشباب، وأن مصر صاحبة حضارة عظيمة، وينبغي أن يعرف الشباب تلك الحضارة من خلال تلك الممارسة العملية التي تتحقق من خلال السياحة التي تنطلق اليوم في أول قطار للشباب. فهذا نموذج حضاري ونموذج إيجابي لشباب وشابات جامعة الأزهر. وأحب أن أؤكد على حقيقة مهمة، أنه ربما يستغل البعض هذه الرحلة استغلال سيء ويقولون إن الأزهر يميع معالم الدين وكذا وكذا. أحب أن أؤكد على نقطة مهمة، أن الفتيات سينزلن في محطة الأقصر وعددهن 250 فتاة، وسينطلق القطار إلى محافظة أسوان بالشباب، وهناك فصل تام من معالم الأزهر، وهذا ما يجسد معالم الوسطية والاعتدال في الأزهر الشريف.